الفكره اللي انا عايز اقولها النهارده، اقرا سوره الكهف، اقرا سوره الكهف وافهم المعنى. ايه المعنى؟ ليه ربنا مخلينا كل يوم جمعه نقرا سوره الكهف؟ وليه من قرا سوره الكهف اضاء الله نورا من الارض الى السماء؟ انه نور ايه الفكرة؟ مليانة حكم وفوائد سورة الكهف نحتاج نفتكرها كل جمعة قبل بداية الاسبوع التالي، كأن ربنا بيقول لنا خد الفكرة دي وعيشوا بيها الاسبوع الجاي كله. في حكم كتيرة، لكن انا عايز اركز على حكمة كبيرة موجودة جوه سورة الكهف، قصة موسى والخضر والرضا عن قدر الله. ايوه، هل انت راضي عن قدر الله؟ ما تقوليش بلسانك الحمد لله زي ما كل الناس بتقول، قلبك راضي؟ يا رب متشكر قوي، كل قدرك حلو. والله العظيم يا جماعة، أول ما ترضى وقلبك فعلا يبقى راضي مهما كانت المشكلة أو المصيبة أو الحدث أو اللي نفسك فيه ما حصلش، راضي يا رب لازم يرضيك بعدها. قاعدة، لا يمكن ترضى إلا ويزيل البلاء، لا يمكن ترضى إلا ويزود نعمة جديدة، لا يمكن ترضى إلا ويدخل في قلبك رضا وسعادة. من رضي فله الرضا. قصة عجيبة، علاقة الرضا عن قدر الله بصورة الكهف. ما هو ده الخضر؟ ايه مش فاهم، ايه هو الخضر؟ ما هو الخضر جاي يوريك ربنا سبحانه وتعالى اراد يبسط لعقولنا فكرة القدر، فجاب لنا شخص كأنه بيجسد فكرة القدر. يعني ايه شخص كأنه بيجسد فكرة القدر وافهمها ازاي دي واستفيدها ازاي دي؟ الفكرة ببساطة ان الخضر قابل سيدنا موسى، شخصية غريبة، شخصية مبهمة، شخصية ناس كتيرة مش فاهمة مين دون، لكن الخضر بيعمل حاجات مش مفهومة. ناس مساكين عندهم سفينة في البحر يقوم خرقها، ليه كده؟ بوظت رزق الناس. قضية الرزق، وليه الرزق في القدر ساعات بيتقطع؟ ولد صغير أبوه بيحبوه يموت، ليه بس كده حصل كده؟ مش كان يعيش الولد دون؟ ولدين يروح موسى والخضر القرية دي أهلها بخلة، يجي يقوم بنلهم جدار في ويعللهم البنى. الخضر بيعمل كده ليه؟ هو ليه بيتصرف بالطريقة دي؟ هي إيه الفكرة وإيه الحكمة؟ ده بيجسد قدر الله. يعني إيه بيجسد قدر الله؟ ده هو الخضر جاي يقول لك ربنا عشان يفهم عقولنا جاب لنا واحد بني آدم، بس بني آدم مختلف، يقول لنا انتوا شايفينها لغاية هنا زعلانين، تيجي اوريها لكم للآخر. انت لغاية هنا في اللقطة دي بتقول ليه كده؟ مش راضي عن قدر الله. طب تيجي اوريك الموضوع للآخر عشان ترضى عن قدر الله. لو المساكين دول ما كانتش السفينة اتخرقت، كان الملك خد كل السفينة وفقد رزقهم خالص، مصيبة أقل من مصيبة أكبر. الولد ده لو كان عاش كان حيطلع طاغية مجرم. الولد ده مات صغير فدخل الجنة، وابوه وامه صبروا فكتبوا من أهل الجنة، وأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فكانوا حيتعبوا قوي وكان حيبهدلهم، جالهم ولد أحسن منه. فهمتوا قدر الله؟ أنت شايف اللقطة دي وحشة، لكن اللقطة دي كلها خير، أصل قدر ربنا كله حلو. الولدين دول كان عندهم كنز تحت البيت، الولدين دول محرومين من الرزق بقالهم سنين، أصل أهل القرية بخلة كانوا هياخدوا منهم، يبني لهم الجدار عشان أبوهم كان صالح عشان بعد سنين يستفيدوا من الكنز. الله، كأن الخضر جاي يقولك أنت شايفها وحشة، لكن قدر ربنا كله حلو، تيجي أوريها لك للآخر. شايفها في اللقطة دي؟ طب تيجي أوريك آخرها حلو قد إيه؟ أنا عايز حضرتك تتخيل وإنت بتقرأ سورة الكهف النهاردة أو بكرة، على فكرة النهاردة كمان تقدر تقرأها أو بكرة لغاية المغرب، إن الخضر قاعد قدامك على الكرسي وبيحكي لك قدر ربنا فيك. إنت كنت زعلان من الحكاية الفلانية؟ دي حصلت عشان يحصل لك كذا، ده لولا دي ما كانش حصل كذا، دي هي دي اللي فوقتك، دي هي دي اللي خليتك تعرق وتنجح لغاية، ده لولا إنه فلان مات، لولا إنها ماتت اتكتب لها مكان في الجنة كبير، انت زعلان دلوقتي؟ تيجي اوريها لك للآخر. تخيل ان الخضر بيحكي لك قدرك. اقولك على تخيل احلى، تخيل انك جاي يوم القيامة. يوم القيامة يا جماعة مش بس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على ذنوبنا واخطائنا، لا ده في حاجة تانية انتوا مش واخدين بالكم منها، يحكي لنا قدره فينا. تيجي احكي لكم ليه حصل لكم كده، وتلاقي نفسك بتضحك، تلاقي نفسك بتبكي من الحياة، ده أنا كنت زعلان يا رب، استغفر الله العظيم، ده أنت طلع كله كرم. قدر ربنا كله خير. اقرأ سورة الكهف واقرأ قصة موسى والخضر وتخيل حياتك أنت أن الخضر بيكلمك أنت. عيشوا مع سورة الكهف النهاردة أو بكرة، وحب قدر الله وارضى عن قدر الله،
تبقى فعلا يوم الجمعة نقل حياتك نقلة كبيرة. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.